لان ما كناش احنا الطرف الاقوى، ما كناش الناس اللي قادرين يعني كنا الطرف الاضعف. وكل الناس اللي حاولنا نساعدهم ما تعاملوش معنا باخلاص، ما تعاملوش معنا بصفاء، ما تعاملوش معنا بنية حتى لوجه الله. كل الناس تعاملت معنا بخبث واحنا رافضين التعامل بالخبث مع اي طرف. لن نتعامل بخبث، لم نتعامل قبل ولن نتعامل في المستقبل بخبث مع اي طرف تحت اي مبرر تحت اي شعار. اللي يبغانا نتعامل معاه نتعامل معنا بالصفاء والاخلاص. خارج هذا الاطار ما عندنا كلام حتى مع واحد. وبالتالي يعني هذه المحطة نتاع 89 مرت. الناس يقولوا يعني انتم واش موقعكم الأزمة؟ ناس يعني ما تبعوش، ما كانوش يتبعوا فاقوا كاي الناس في الوقت هذاك اللي كنت انا كنت نقيب ونعرض في روحي للخطر ونبات سهر نخمم ونبكي على الجزائر. هما كانوا يدفعوا في الرشوة باش يروحوا يخدموا في الإدارة الجزائرية، ظهروا في 2007 باللي ولاوا رجالة وحارين على الجزائر. ولذلك الناس يجب ان تعود بهذاك التاريخ باش تقدر تعرف الناس اللي راح تخدم الان 2010 منين جات وعلى اي اساس راح تشتغل. فاحنا يكفينا فخر اننا جنبنا الجزائر انتكاسة قبل وقتها في سنة 1990، وما حققناش الناس المجرمين اللي اليوم راهم حابين يقولوا باللي ما وقفنا هذيك حنايا كانت خيانة. ما وقفنا كانت وفاء، والأوفياء قليل للجزائر. ولو كان كما قلت حنايا تكلمنا على هذاك الموضوع في ذاك الوقت، لو كان المذبحة اللي صارت في 92 كانت صارت في سنة 90، ولكن ماذا؟ ولكن بدون أن تظهر لا ثقل الجبهة في الشارع، لا تكون حق في الانتخابات، ولا أن يظهر حزب فرنسا على حقيقته، ولا شيء من هذا القبيل. كان يروح باطل أغلبية الشعب الجزائري، راح يروح حقه في باطله. ولذلك الناس اللي ما تعرفش أصول التآمر للأعداء يبعدوا خير لهم بعد، لأنهم راح يكونوا في حكم الناس المساعدين على الخيانة. ما كانش واحد معذور اليوم، الجزائر دفعت ثمن باهظ. ما كان حتى واحد معذور سنة 2010 أنه يدخل في تآمر على الجزائر ويقول أنا كنت داخل بالنية، ما كانش. ما عندناش استعداد بعد ولادنا، بعد ما دقدقنا حنايا يجوا ولادنا واحفادنا، يجوهم جماعة الان راهم يتآمروا، يجوهم بعد 20 سنة ويقول لهم الله غلطنا سامحونا. لن نقبل هذا. اذا قلت المحطة الثانية هي هذه 89، المحطة الثالثة هي بعد الانتخابات. بعد الانتخابات صار تحول كبير واتضحت لنا الصورة. يعني بعد الانتخابات وبعد الإصرار بتاع المجرمين داخل اللجنة المركزية، دائما نأكد كي نقول اللجنة المركزية معني تراها 70% منها عسكر. الطرف المجرم اللي كان معارض للإصلاحات داخل اللجنة المركزية بالتحالف مع ضباط فرنسا، وهم اللي دفعوا الامور باتجاه تأزيم بين الشاذ بن جديد والجبهه الاسلاميه للانقاذ. ولاننا احنا كنا عارفين يعني العقل اللي قاعد يحرك في الامور، ما كانش عندنا مشكل. انا ما كانش عندي مشكل كي جاو الجماعه نتاع
باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، سعيد مخلوفي وجماعته. طبعا هنا هذه محطة ثالثة، يعني الطرف المعادي للإصلاحات بدأ يشتغل، خلاص تجاوز الرئيس نزار ولا بحكم الموقف القوي نتاعو اللي اكتسبه من خلال إخماد الأحداث نتاع 88، وبحكم يعني القوة اللي اكتسبها من خلال انتشار ضباط فرنسا في 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 يعني في 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 العصب الرئيسي للقيادة، خلاص ولا يقوم بالأعمال بدون يستشير أحد. يعني احنا نعقله حتى زروال جاي يقدم مشروع، يعني غلبوا نزار قالوا ما عجبكش الحال روح يعني استقيل، يعني ما فيش، أصبحت الكلمة في الجيش له هو، يعني نزار والعربي بالخير طبعا اللي هو المهندس الرئيسي لحزب فرنسا الجزائر. أنا لا أريد التحدث عن الناس الميتين، ولكن إن هذه هي الحقيقة باش ما نزيدش نتكلم عليه، لأن اللي دمر الشاذلي هو وجود العربي بالخير في الكابينة نتاعو، هو اللي كان يدير له قاع في الدباير، طبعا يدبر عليها الدباير، طبعا يلوح له السم في العسل. الأحداث اللي صارت بعد الانتخابات أصبح الآن رجع التحالف، يعني قبل 88 كانوا ثلاث طوائف، حزب فرنسا، حزب المجموعة الفئة الوطنية الإصلاحية، والفئة الوطنية المضادة للإصلاحات. بعد ما دخل الشاذلي بن جديد، بعد ما دخلت الجبهة في صراع مع الشاذلي مفتوح على الهواء، الشاذلي جاء في وسطهم وجمعته، وعاود من جديد اجتمعت التيار الوطني اللي كان مضاد للإصلاحات مع التيار الوطني اللي كان في الإصلاحات ومعهم حزب فرنسا، اجتمعوا كل من أجل مواجهة الجبهة الإسلامية للإنقاذ اللي خلاص يعني رفضت راية المواجهة مع الجميع. ايش نعمل احنا؟ يعني قاع منذ يعني احنا منذ عقد من الزمن واحنا الكبدة نتاعنا تمحط على جال حزب فرنسا وعلى جال المجرمين اللي كانوا ضد الاصلاحات اللي حابين ارواحهم. في النهاية واش في النهاية نقولوا احنا ما عاول في ايديهم يضربوا بينا اللي يبغاو. ولذلك احنا عندما جاء سعيد مخلوفي، عندما بدا نزار خالد يطلع في القوات بغير سبب، فرغ الحدود المغربية الجزائرية، فرغها اللي هي منطقة عمليات، منطقة حرب، فرغها وطلع القوات للعاصمة. وبعد ما اصبح الاعتداء على الناس في الحواجز يعني مبني على اساس انه داير لحيه، ولا مراه لابسه حجاب، ولا حايف، يعني المراه لازم تكون عيانه والرجل لازم يكون حالف لعيته، ما كانش يولي محل تفتيش. بعد ما وصلت الامور الى هذا الامر، من حق الناس، التيار الاسلامي عليه المآخذ نتاعو، عندنا المآخذ عليه، ونعرفوا اللي يعني كانت عندهم مراهقه سياسيه وغير ذلك، ولكن هذا لا يعطي مبرر للمجرمين وعسكر فرنسا باش يحكموا في الجزائر. في النهاية التيار الإسلامي الجزائريين مش خوانا ولا حركة، هذا حزب فرنسا هم اللي كانوا مع المستعمر. ولذلك سعيد ومجموعة، بالمناسبة الناس هذه اللي راه تدرى المخابرات والكلام الفارغ، ما نعرفوا الناس وما قلناش الناس اللي نعرفهم كامل. لا، لو كان جينا لو كان جات المخابرات الجزائرية مخابرات نظيفة ومنصفة ومخلصة، لو كان تعاملنا معها بطريقة أخرى، لكن ما دام احنا نعتقد بأنها على الطريق الخطأ فنحن لا نعطيها رأس رجل شريف أبدا.
انا ما جيش تلعب معانا لا مخابرات ولا شيء، انا ثاني ضباط ومتربيين في صميم الثوره. ف ناس من الجبهه كان اعرف المجلس السوري ولو خايفي عرفوا باللي العين حمار، عرفوا باللي راح الجيش يتدخل وراح ورايحين يعني هذا الزف اللي راه واقع ما راح يكشفكم. فبداوا باتصال في مع الضباط، اتصلوا بضباط كثير ماهوش الناقب شوشان وحده، لكن الضباط هذو واحد ما يجيب خبرهم، واحد ما يتكلم عليهم، لا الناس اللي اتصلوا بهم ولا واحد اخر. جيد، من بين الناس من بين الضباط اللي تم الاتصال بهم الناقب شوشان، ما عندي حتى مبرر انايا ان ارفض باش نسمع ونريح مع سعيد مخلوفي ولا اي انسان من الجبهه الاسلاميه اللي قال، ولا من اي مواطن جزائري حار على بلاده، لاننا القياده العسكريه ذاك الوقت ما كانتش المثل الاعلى نتاعي انايا، نعرفها باللي كانت عسكر فرنسا، نتعامل معاها في الاطار الانضباط، نعم خارج هذا لا، احنا نختلف. انا بي في اللاج وهما كانوا عند عسكر فرنسا، كانوا عند الجيش الفرنسي. المهم جماعة حاروا وحابين يستفسروا ويعرفوا واش يعني، هل التوجه نتاع القيادة العسكرية راه يعني باش يضربهم ويستعمل الجيش ضدهم، ولا يعني هل هي نفخ فقط ولا شيء. المهم حبوا يعرفوا من حقهم. طبعا اتصلوا بضباط اخرين واتصلوا بي انا من خلال يعني عندما اتصلوا بالضباط قالوا لهم شوفوا شوشان راه انسان عنده سمعه طيبه وان شاء الله انسان صاحب كلمه في القوات الخاصه وكذا، ومن اتصلوا به يعني انا ما اتصلوش بيه لان كانت عندي بهم علاقه سابقه. اتصلوا بيا ما كان عندي حتى مشكل، رحت التقيت بيه التقيت بيهم باش نسمع. هذو طرف طرف من الاطراف الاربعه اللي كانت الجزائر مخنوقه بهم. روح تسمع كلام. على كل حال هذه محطه ثانيه، يعني انا اعطيت دور الدور ولا الواقع اللي كنا عايشينه احنا كعسكريين في هذه المحطة بتاع 89-90، يعني بعد أحداث 88 ومحاولة إجهاض المسار الانتخابي عن طريق حسن حطاب وجماعته، ثم بعد ذلك كيف تحول التحالف من وطني إسلامي إلى تحالف بين جماعة لفلان القديمة بكل ما فيهم من وسخ ضد الجميع وبصفة رئيسية الجبهة الإسلامية اللاذقة. المحطة الثالثة راح نتكلم فيها على فكرة العمل المسلح في الجزائر كيفاش بدا ومن هم صنعها. وانا عندما نتكلم نتكلم على اساس شاهد في الموضوع، مش انا على انسان يتكلم بالتليفون مع امير ولا واحد قاعد يجمع في الصوارد ويدير بهم في الشنطاج للناس، يجمع في الصوارد يجمع في الدراهم باسم الاسلاميين ومن بعد يوزعهم بالطريقه اللي تعجبه باش يدير العرض ويدير ويولي راجل قدام الناس. انا ساتكلم من خلال علاقتي المباشره بالناس المعنيين بالموضوع، هذا راح يكون في 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 في, في وقفه ثالثه. عقلوا مليح، الوقفه الاولى كانت احداث اكتوبر، الوقفه الثانيه كانت الفتره اللي جات بعد اكتوبر الانتخابات البلديه، والوقفه الثالثه اللي هي هذا التحالف اللي وقع بعد تعقد يعني بعد ان تازمت العلاقات بين الشاذ بن جديد ومجموعه الاصلاح اللي معاه قياده الجبهه الاسلاميه اللي انقلع. المحطه الرابعه ان شاء الله راح تكون هي محطه انطلاق العمل المسلح في الجزائر
ظروفه والناس اللي كانوا مشاركين. السلام عليكم.